right vibe. Ready to hit live. Ain't no surprise. Take me so high. Jumping those dives. Surfing the crowd. Then I gotta be the man. I'm the head of my band. Mic check 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose. Loose. Out the bottle. We all get fit. Then again tomorrow. Gotta break rules cause that's the motto. Club shut down 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Ooh. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club popper. Gotta hang over like too much fire. Can't see me with 10 binoculars, so cool. No doubt by the end of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round life, baby, till the freak gets chose. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bonds up. مشاهدينا رجعنا معاكم في نلتقي لنرتقي، ومع دخول الصيف والحر طبعا ابتدت تنتشر رياضات معينة خاصة في البحر، ومنها بشكل كبير انتشرت رياضة الغوص. طبعا هذه الرياضة علشان نتعرف عليها بشكل أكثر ونتكلم عنها بشكل أكبر راح نستضيف معنا مدربين اللعبة اللي هما هبة القبندي مدربة المدربين في منظمة مناوي، وأحمد النقي مدرب في منظمة بادي، ومحمد العريان مدرب في منظمة بادي. يا هلا فيكم، صباح الخير. حسب بس ما قعد لكم من الصبح ولا متعودين على قعدة؟ لا لا تخافين عليهم، متعودين على قعدة الصبح مدام في مجال الغوص. في البداية نبي نعرف مدى إقبال الشباب، يعني قاعد نشوف ما شاء الله عليهم الكل من داشين ما شاء الله بقوة خاصة في مجال الغوص، فنبي نعرف مدى إقبال شبابنا في الكويت. أول شيء أحب أشكركم على استضافتنا في برنامجكم. أعداد الشباب بدأت تزيد، لاحظتها أنا من بداياتي كانت بسنة 2001، لما هي أقارنها إلى الحين 2014 في ازدياد يعني مو طبيعي صاير في أعداد الغوص. الناس بدأت تهتم في هذه الأمور، يعني مو بس هي كهواية، صار كنوع من اللايف ستايل بالنسبة لهم يمارسون رياضة الغوص. حلو، من هواية لإدمان، صح؟ خلاص المجال لازم يدمن عليها، صح؟ زين، بنعرف الدورات اللي قاعدين تنظمونها، هل في شروط معينة للانضمام حق هذه الدورات إذا يعني واحد يبي يدخل في دورات الغوص؟ الشروط هي أول شيء لازم يكون لائق صحياً، نعم، يعرف يسبح، وما يعاني من امراض معينه هي تكون ريستريكشن او انها تمنع ان ممارسه الرياضه. بس ومجرد انه يكون هذه كلها متوفره عنده يقدر ينتسب حق اي دوره غوص ويدخل يدرب. يعني ترى اغلب اللي يدربون الغوص يقولون انه يمكن السباحه شرط مو اساسي، بس الحين انا قاعد اشوف ان اغلب اللي يدربون يقولون لا لازم يكون يعرف يسبح. لازم القواعد اللي موجوده في المنظمات بشكل غالب انه من ضروري يكون يعني عنده في حاطين مثلا انه يقدر يتسبح من اساسياته انه يتسبح مقدار معين مثلا مسافه معينه حق الطوارئ معينه. اكيد طبعا. طبعا استاذ محمد دام يتكلم اكثر من ناحيه الدورات التدريبيه الخاصه في مجال الغوص، هو في اكثر من مرحله تقريبا، من مرحله اولى ثانيه ثالثه، وكل ما له وتزيد المراحل على حسب التخصصات. يا ريتكم تكلمونا اكثر من ناحيه البرامج التدريبيه. بالنسبه للبرامج التدريبيه مثل ما الكل يدري في ليفلات، تكون مثلا الليفل الاول اوبن ووتر المياه المفتوحه حق المبتدئين، يقدر يروح المرحلة الثانية بعدها اللي هي الأدفانس، يختار تقريبا خمس تخصصات تختلف من منظمة لثانية. في بادي موجودة خمس تخصصات، اثنين منها تكون إجباري، ثلاثة اختياري. يقدر مثلا في مثلا الغوص أعماق، في يقدر ياخذ مثلا
الرك، السفن الغرقانه الموجوده هذه، فاختيارات متعدده. بعدها ينتقل للريسكو اللي هي فيها مثلا طريقه الانقاذ في الماء، اذا صار احد مثلا في حاله يعني مثلا غرقان والامور هذه يقدر شلون يتصرف معاه. وبعدها يروح حق الامور المتطوره اللي هي الدايف ماستر، المساعد المدرب، وبعدها المدرب. بالنسبه حق المرحله الاولى والثانيه والثالثه، المده ايش كثر تقريبا للدوره؟ اول واحد اللي هو مستوى الاوبن ووتر تقريبا ياخذ اسبوع، ممكن اقل اذا تضغطين الكورس تخلينه مثلا على 3 ايام او 4 ايام، ما في مشكله على حسب مقدره الطالب او المدرب، هو يحدد المده اللي يبيها. بشكل عام اغلبيتهم على اسبوع، يعني كل ليفل ياخذ منك اسبوع، ما عدا اللي هو الدايف ماستر او يسمونه مرشد الغوص، يعني يمكن ياخذ منه شهر لانه في دراسه، في فيزكس، وفي مواد شوي يعني شغل، وفي عمل يقعد زياده عن الكورسات الثانيه، فهو الوحيد اللي يحتاج مده طويله اكثر. طيب بالنسبه للانضمام، الحين بنتكلم عن الاعمار اللي تنضم، هل كل ليفل لعمر معين ممكن يدخل فيه، او ممكن اي واحد في اي سن يبتدي من الليفل الاول ويبتدي يتطور في مساله الغوص؟ هو المينيمم طبعا احنا ناخذ من 10 سنين، وبشكل عام المنظمات كلها تاخذ من 10 سنين. نعم. ل طبعا من 10 ل 15 لهم شغل معين وتدريب معين، من بعد ال 15 يكون عادي، لان قبل ال 15 لازم ياخذ موافقه الاهل وتوقيع الاهل، بعدها نقدر نتعامل وياه خاص، بعدين لا عادي بعد ال 15 سنه نقدر ناخذ. بس ما في خطورة على جسمه يعني ابو 10 سنين؟ لا لا لا، اذا كان لائق صحيا طبعا نعطيه احنا ورقه لازم يراجع فيها الطبيب، يعطيه لا مانع، بعدها يدخل ويانا الكورس. ممتاز. الحين من ناحيه خلينا نقول البيئه، عندنا البيئه البحريه في الكويت يقولون اللي يتدرب عندنا ويغوص في بحرنا يطلع فنان ويطلع دائما يعني بروفيشنال، فيا ريتكم تكلمونا اكثر. هذا انا اذكر ايام اللي كنت بداياتي يعني غصت هني استانست، فبعدها رحت شرم الشيخ بس شفت لا الموضوع ثاني، رديت قلت لهم شوف ما اقدر اغوص هني، فانصحوني نصيحه قالوا هني تاخذ الاكسبيرينس، يكون هني مثلا الرؤيه مو ذاك الزود، في امور يعني التيار ما التيار، فهني يصير عندك اكسبيرينس حق اذا رحت اي مكان تكون يعني تكون ممتازه هناك يعني يسقلك بحر الكويت. يعني مشيت مكان يعني شوي هو دائما ظروفه صعبه شوي، بحر الكويت احنا نسميه أسوأ الظروف بالنسبه للبيئه البحريه، يعني قاعد تكرهون رؤيه احيانا تكون مو زينه، تيارات قويه تينا تيارات قويه، فهني لما يتدرب الشخص على هالظروف هذه الصعبه اذا سافر برا يستمتع. شنو انتم قاعدين تتدربون؟ ليش تستخدمونها كبيئه للتدريب؟ ليش ما تنقلوا المتدرب الى بيئه سهله؟ علشان يمكن يكون كبدايته مع الغوص تكون اسهل يعني. زياده ثقه له لما يطلع برا ويكون في ظروف جدا سهله، فيكون في ثقه بنفسه اكثر، فيقدر يستمتع بالغوص اكثر، لانه هو تدرب تحت ظروف يعني خلينا نقول شوي صعبه. ممكن لو تدرب في بيئه سهله ورجع غاص في الكويت ما راح ينزل. زين نتكلم الحين من ناحيه عن ابرز المشاكل اللي تمرون فيها خاصه انتم المدربين. المشاكل اكثر شيء يمكن بشكل عام يعني الطلبه يكون ضعيف في التدريب، جودته يعني متخرج جوده ضعيفه، فهني انا اعاني يعني لازم ارد اعيد له المستوى اللي قبله، يكون مثلا في مثلا منهج كامل مو شارحه للمدرب اللي قبلي، شاطب شيء كامل من المنهج مثلا جدول الغوص، هذا شيء اساسي بالكورس ان تعرفين الاعماق والفترات، هذا شيء اساسي. يجوني ناس يقول احنا ما سمعنا فيه جدول الغوص، ما سمعت عنه، شلون هذا شيء اساسي؟ لازم يكون عندك من ضمن الكورس، يعني تستلمين الباكج مالك يكون معاه اللي هو الجدول وكتابه وشغلك، فيقول لي انا ما استلمت حتى الكتاب ما استلمت، يقول انا استلمت نسخه من الكتاب مصوره واشتغلت عليها وتخرجت اعطوني الليسن. لا ما يصير، فانا مضطر اني ارجع وياه خطوه، فهذا ياخذ من وقتي وهو راح يتاخر بالكورس، بدال اسبوع يمكن يصير اسبوعين. فهذا اغلب المشاكل اللي قاعد تواجهنا من المدربين اللي مو من الصفر، اللي كانوا اساسا متدربين وخالصين. هذا اكثر المشاكل اللي نعاني منها يعني. والليسن اللي يكون معاه يكون معترف دوليا هذا الليسن؟ طبعا هو اغلب المنظمات الموجوده معترف فيها دوليا، يعني هم 4 أو 5 اللي منتشرين اكثر شيء، ناوي بادي وفي كم شركه بعد ثانيه هم المنتشرين اكثر شيء يعني. بالنسبه حق
الجهات اللي تنظم الغوص او اللي الراعيه او الجمعيات المسؤوله عن قضيه الغوص، هل موجوده عندنا هنا بالكويت في جهه معينه ترعى هذا الموضوع؟ للاسف ما عندنا جهه رقابيه تراقب نعم. اداء المراكز الغوص في الكويت او تشوف شنو اداء المدربين. نعم. فاحنا نفتقد هالشيء هذا، يعني انا جهزت هالموضوع وعندي الاوراق كامله وتامه، ماخذه مثل خلينا نقول مستشيره ناس في مصر، لان مصر هم اهم ناس خبره في هالموضوع نعم. هذا وعندهم جمعيه للغواصين. بس للاسف ما عندنا هنا هني بالكويت اللي انشيت او اللي يبدي في هالموضوع هذا علشان انه تكون عندنا جهه رقابيه او جمعيه تراقب اداء المراكز. ليش ما تبادرون هبه؟ والله يعني انا ما ابي ادخل يعني اروح اشط عن موضوع التدريب، لان هذا يبي له الواحد تركيز كامل. يعني عندنا احنا مجهزين، يعني هبه نعم. مجهزه عندها اشتغلت في تاسيس جمعيه للغواصين. ممتاز. لكن على قولت راكنينها على جنب يعني للوقت المناسب. بالضبط. ان شاء الله وللظروف المناسبه ان شاء الله ترى النور قريبا. ان شاء الله ان شاء الله. الحين بنتكلم من الناحيه السياحيه، اكيد تنظمون بعض الرحلات خارج الكويت خاصه لحابين مهنه عفوا لحابين هوايه الغوص، فمثل وين تقريبا اذا كنتوا تنظمون رحلات خارجيه مثل الجزر او ومدتها ايش كثر تقريبا؟ احنا عاده نظمنا في شرم الشيخ، عاده ناخذ جروب طبعا يكون عندهم الياسن يطلعوا وياهم هني مدربين، يطلعون وياهم على اساس يكونوا هم قايد وياهم في المكان اللي رايحين له سواء كان شرم الشيخ او اي دول شرق اسيويه. تقريبا عاده يكون السفره مدتها اسبوع، شامله السكن، شامله الغوصات، حتى الاكل يكون من ضمن الباكج اللي احنا عاملينه، فمجرد انه ياخذ جنطته وعدته ويركب الطياره يرد ويكون مدفوع كل شيء، يعني ما يسوي ولا شيء. فوايد ناس يعني قاعد يطلبون زيدوا عدد الرحلات هذه، كثروا منها لانه قاعدين يستمتعون مو بس انه كسفره، يعني انه جروب واحد وغوص وبيئه جديده، ياخذون اكسبيرينس اكثر شغلات. في ناس ياخذون حتى دورات هناك معانا، مثلا لا اعطوني دوره الفلانيه بالبيئه هذه لان عجبتني، فابي مثلا تخصص اعماق ابي بهالمكان لان عنده هناك اعماق كبيره فبجرب العمق الفلاني، فياخذون كورسات حتى برا الكويت معنا. ففي اقبال كبير على الموضوع السفرات هذه برا الكويت. اكيد منظمين رحلات قريبه ان شاء الله في تخصص الصيف. ان شاء الله اكيد. ان شاء الله. بس انت تذكرون يعني اوكي بحر الكويت اكثر شيء يمكن ركزتوا على بحر شرم الشيخ، هل في بيئه ثانيه يمكن مناسبه او خلينا نقول احلى مكان غصت فيه وتنصح الناس ان يغوصون فيه؟ يعني احنا مناسب بيئه مناسبه. بتكلم عن بحر الكويت والبيئه. نعم. احنا عندنا اشياء حلوه، عندنا اماكن حلوه، قارو ممتازه. بس احنا عندنا مشكله يعني للاسف، يعني انا ناشد بعض المسؤولين اللي مختصين في هذا الموضوع، عندنا الصيد الجائر، القراقير، بعض اللي يكرف، الامور هذه يعني قاعد تخرب البيئه. يعني عندنا طبعا. المرجان قاعد يصيدون انواع سمك ما تنوكل، وايد حلوه الوانها حلوه وهذا تسوي لك بيئه ممتازه. فهذه قاعد تاذينا، يعني قاعد نلاحظها سنه عن سنه، قاعد الوضع وايد قاعد يكون يسوء. اي يسوء للاسوء يعني. صح. اتمنى يعني انه يشوفون هذا الموضوع ويعيدون يرتبون الامور، حتى موضوع الصيد يعني مو لازم نصيد طول السنه، نقدر نرتبها في مواسم، نوقف نخلي النمو، يعني نمو المرجان الاسماك يكثرون. صحيح. اما الاماكن الثانيه شو يعني البحر الاحمر معروف ومن احلى بحر العالم، يعني الرؤيه فيه ممتازه، في بيئات مختلفه، يختلف طبعا من ناحيه شرم الشيخ، الغردقه، ناحيه جده، في اماكن يعني من كل زاويه يمكن مختلف، او من كل ساحل في اماكن فيها كهوف، في اماكن فيها مثلا الركات اللي هي تصير مثلا طبعا اي طبعا بالكويتي. عند بشرم الشيخ في مكان يسمى تيسلجون، يعني شيء من الحروب العالميه، في مغاصات جميله. ما هبة تقدر تقول لكم هم راحت المكسيك المكسيك هم بعد فيها مغاصات حلوه، البهامز الغوص مع القروش هم هذه جربناها. يقولون ان في مكسيك اعمق اعتقد مكان للغوص ومن اخطر الاماكن سمعت فيها، بس مو متاكده من المعلومه. لا انا رحت اللي هو اول متحف فني تحت الماء صحيح بالمكسيك،
وصراحة يعني شفت يعني شيء خيال ما الواحد ما تجربة حلوة يعني. وقاعدة أقول يعني ليش إحنا عندنا بالكويت هالإمكانيات، ليش ما نسوي هالشيء هذا؟ نعم. أول شيء منها أن المرجان يبني على هالتماثيل، وأن أزيد الرقعة السمكية والمرجانية عندي بالبلد. بس ان شاء الله ان شاء الله بالنهايه برجع سياحي للسواحه كذا، انه في بالكويت شيء كذي فراح يشوقهم، راح ياثر حتى حق المواطنين. حتى حق المواطنين يعني بالصيف تدري ان الكل يلجا حق البحر، فشيء حلو انه يكون يكون هم انه ينزل ويشوف، وهذا وايد حلو. الغوص رياضه صيفيه؟ يعني لا، هي تكون طول السنه يعني، حتى بالشتاء في امور معينه نقدر مثلا السوت يكون انواع، يكون له انواع معينه انه لو شنو تكون درجه البروده وهذا تقدر كده. تنزل بس الاقبال عندنا بالكويت بالصيف يعني عاده من بعد 10 و11 يبتدي الناس تقل خلاص يعني. خلينا ننتقل الحين لاقبال البنات على الغوص. على البنات عندي هبه، عندنا هبه. البنات قبل كانوا متخوفين ان بالانضمام لرياضه الغوص، ان بنيه شلون تطوب شلون تطلع البحر، بس والله ما شاء الله يعني قاعده اشوف لا العدد قاعد يزيد سنه عن سنه. احنا قاعد نوفر لهم كل سبل الراحه مثل ما يقولون، تبون برايفت نسوي لكم برايفت، تبون مع الجروبات تكون مع جروباتكم، حتى مع العوائل مثلا، مع العوائل هم نفس الشيء، ان قاعد نشوف ان يجون الام وعيالها مع الابو انه ياخذون كلهم مع بعض دوره كامله. فانا قاعد اشوف ان الناس بدات تستوعب او انه يكون عندها توعيه في موضوع الغوص، والبنات يعني ما قام تقول انا متحجبه او مو متحجبه، هذا ما كل شيء متوصل لهم، لبس خاص لهم يعني، حتى المتحجبات يوفرون لهم لبس خاص لهم حق الغوص يعني يقدرون تشترينه تحصلينه بس حق المتحجبات يكون. الحين البنات دخلوا في كل الرياضات يعني اغلب الرياضات قاموا يدخلون فيها، لا ويبدعون فيها ويتفوقون فيها يمكن ساعات على الذكور، يعني ما اعتقد انه في شيء تفاوت. بالنهاية ناخذ منكم كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، والله مشكورين أول شيء على استضافتنا. حياكم الله. نتمنى أن ننشر رياضة الغوص بالكويت والمحافظة على البيئة البحرية، لأن هذا من أيام أجدادنا يعني من زمان. ومن تراثنا يعني. فحلو ان احنا نورثه حتى حق عيالنا. وبشكرك. قبل نختم فقرتنا وحلقتنا، عفوا فقرتنا، ابي اسالكم سؤال دائما يسالوني اياه، الغوص شنو سوى لكم؟ كونكم انتم مثلا صار لكم فتره وبال طويل في مجال الغوص، شنو صقلت من شخصيه المتدرب؟ هل تغيرت شخصيته مثلا الاحسن؟ شنو عطى الغوص؟ شوفي انا كنت انسانه عصبيه جدا، بس من بعد الغوص تحول المود عندي، صرت انسانه فعلا اثر على شخصيتي. اثر انا بالنسبه لي اثر يعني بشكل وايد كبير، صرت اسمع واسكت، يعني عندي القدره الحين اني اسكت واسمع. تقدرين تسيطرين على انفعالاتك. وعلى فكره يعني رياضه الغوص تعتبر كانها يوغا، لان عمليه التنفس العميق اللي احنا نتنفسه هي تساعد ان ترخي الاعصاب وتخلي الواحد يعني ريلاكس. صح. شلون اثر عليكم؟ عجبني سؤال انوار، لازم اخذ اجاباتكم. انا اول شيء اتكلم عن الناحيه، دائما هم يتكلمون عن الناحيه انها سيفتي، نخاف وهذا. صح. الموضوع طبيعي مثل ما احنا قاعدين الحين كذي نتنفس بشكل طبيعي، هذا يكون بالبحر نفس الشيء، يعني ما في اي مخاطر ممكن الا اذا صار مثل احنا قاعدين نمشي، اذا صار في تهور. صح. معين ممكن يسبب لنا يعني رده الفعل تكون سيئه، نفس الشيء بالماء. شنو اللي يعني تاثيره علي؟ انا اقدر اقول انه مرات مثلا كنت ايام نفسيتي متضايق وهذا، لما انزل تحت سبحان الله يعني لا اراديا اكون اصير ريلاكس، اطلع خلاص انا واحد ثاني، مو هذا اللي كان متضايق قبل. الله يعني اي بعدين المناظر اللي تحت بطل عيونك تخليك مثلا طالعين الالوان الاسماك اللي موجوده وتناسق الوانها، وهذا ترى يعود حقك بالوضع الطبيعي، حق بالملابس، بالاختيار الالوان الاثاث، يرجع على الذوق وعلى النفسيه وعلى النظره وعلى تقييم كل الامور. شيء يعني كل يعني شيء. يعني يعني اللي ما يغوص انا اقول انت ناقصك شيء، ناقصك حاول تشوف، راح تشوف جانب اخر يعني. هامني ايش قلتي؟
والله شوقوني. يلا شوقوني. حياكم. تبينا الحين على طول حرصه عشان ما تغيرين رايك. انا الحين متحمسه بس يمكن بعد شوي اخاف. يعطيكم العافيه، عساكم على القوه. مشكورين، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ونشوفك قريب فاتحه جمعيه للقوافل ان شاء الله. شرفينا طبعا ان شاء الله. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم في نلتقي لنرتقي، لكن بعد هذا الفاصل.